أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت: أكبر مصنع لإنتاج الزيوت في اليمن يتوقف عن العمل. من عدن تايم: الحوثيون يطردون المرضى من المستشفى العسكري بصنعاء. ومن سبتمبر نت: أهالي عسيلان يصلحون الطرق التي دمرتها الميليشيات. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي: انقطاع بث تلفزيون السودان لعدم سداد فاتورة الكهرباء. أهلا بكم. حملة إعلامية منظمة وقوائم بأسماء صحفيين وإعلاميين تنشر من وقت لآخر تتزامن مع موجة من التشويه والتحريض في وسائل التواصل الاجتماعي، وجميعها تستهدف مجموعة من الإعلاميين اليمنيين المناهضين للميليشيا في اليمن. ووفقا لعضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، فإن هناك من يريد إسكات كافة الأصوات التي تقف مع طرف ضد آخر، وهي محاولة مخالفة لحريات الرأي والتعبير مهما كانت المبررات. وبشأن الحملة الأخيرة التي طالت عددا من الصحفيين، حمل الأسيدي دولة في التحالف العربي كافة المسؤولية جراء ما قد يتعرض له الزملاء الصحفيون بسبب التحريض المستمر في بعض منابرها الإعلامية. لكنه في الوقت ذاته دعا الصحفيين إلى التحري والدقة في نقل المعلومات وعدم التجني، وضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة حتى لا يكون هناك مبررات لمثل تلك الأدوات القمعية، وحتى لا يصبح عرضة للمطالبة بمحاسبتهم أو التحريض ضدهم. وحول مستقبل الصحافة في اليمن في ظل مثل هذه الممارسات، قال الأسيدي إنه لا يوجد معالم واضحة حول ذلك بعد أن تم تجاوز كافة الأعراف وتدمير المؤسسات الصحفية ومطاردة الصحفيين واغتيالهم في محاولة لاغتيال الشهود على الحقيقة. في عنوان بارز ورد في موقع المشاهد نت، قال الموقع إن 1300 عامل يتوقفون عن العمل في أحد المصانع الكبيرة بتعز. وقال الموقع إن العمل في مصنع السمن والصابون في المدخل الشمالي لمدينة تعز توقف بشكل كامل. وقالت مصادر إدارية في المصنع للمشاهد أن إدارة المصنع طلبت من جميع العمال التوقف عن العمل ومغادرة المصنع حتى إشعار آخر حرصا على حياتهم. وأضافت أن توقف العمل جاء بعد احتدام المعارك منذ صباح الاثنين بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي وصالح في منطقة مدارات القريبة من المصنع، وتبادل للقصف بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين، حيث أصبحت منطقة حذران التي يقع فيها المصنع منطقة تماس بين الجانبين. وأوضحت هذه المصادر للمشاهد أن 1300 عامل هم عدد العمال والإداريين العاملين في المصنع، كلهم توقفوا عن العمل ولم يتبقى غير الحراسات الأمنية الخاصة بالمصنع. في الشأن المحلي، كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان على صفحته في الفيسبوك منشورا بعنوان هذه أثيوبيا، أعيد نشره في اليمن اليوم وفي أكثر من موقع إخباري، وجاء فيه: هذا جارنا الطيب المحترم حفيد النجاشي، بينما تتقاسمون وتقسمون البلاد وتتناهبون وتقتلون العباد، لن أقول لكم تأملوا العالم، ولن أتحدث عن دول النفط والغاز، سأقول تأملوا جارنا القريب جدا إثيوبيا. 100 مليون سيصبح عدد الإثيوبيين بعد أشهر، أي في 2018، لكنهم لم يعودوا مهمومين بعدد السكان لأن نسبة النمو 10% سنوياً. هذه إثيوبيا اليوم عملاق إفريقيا القادم، وأنتم عجزتم عن إنارة مدينة وعن مرتبات وزارة، وما زلتم مصرين أن تحكموا البلاد غصباً حتى لو مات آخر يمني فوق ثراها جوعاً وقهراً. اليمنيون مشغولون بالحشود والزامل والشعارات، جعلتم من الشعب اليمني أضحوكة أمام العالم كله، كل يوم من خطاب وكل ساعة زامل. لا رئيس سابق ولا لاحق في أثيوبيا، لا أحزاب نازلة ولا زعماء طالعة، معدل النمو هناك 10% ومعدل الجنون هنا 90%. تأملوا أثيوبيا ثم تواروا خجلاً.
في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم العديد من العناوين، بينها بن دغر يفتتح الكلية العسكرية ومعهد الثلاية لتأهيل القادة بعدا ويشدد على إعادة الاعتبار للجيش، وعنوان من المدينة المحاصرة: القوات الحكومية تحرر مدارات غرب تعز ومقتل مدنيين بينهم امرأة حامل في قصف حوثي. ومن القاهرة: الجامعة العربية تحمل جماعة الحوثي وصالح مسؤولية انهيار الأوضاع في اليمن. وعنوان من الجوف: اشتباكات عنيفة في مزوية وفريق حكومي تفقد مواقع الجيش في جبهة حام. في موقع الصحوانت جاء عنوان من مدينة الحديدة: الميليشيا تشيع قتلاها بالحديدة بينهم نجل مسؤول محلي وتصيب مواطنين أثناء التشييع، حيث قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة أن الميليشيا شيعت عددا من قتلاها الذين لقوا مصرعهم في جبهة المخا بمحافظة تعز بينهم نجل وكيل محافظة الحديدة للشؤون الإعلامية المعين من الانقلابيين. وأكدت المصادر أن 3 مواطنين أصيبوا أثناء إطلاق الميليشيا الرصاص في مراسيم التشييع بصورة عشوائية. يتابع الموقع: تلقت الميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في الساحل الغربي لتعز وفقدت العشرات من قياداتها الميدانية. في الشأن العربي والدولي، تناولت الكاتبة الصحفية رندا تقي الدين موضوع العقوبات الأمريكية على طهران، وفي مقال لها بجريدة الحياة بعنوان أوروبا والعقوبات الأمريكية على إيران، استهلته بالإشارة إلى إعلان شركة رينو الفرنسية للسيارات عن فتح معمل جديد لصناعة السيارات في إيران. وجاء في المقال: العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب أزعجت بشكل كبير القطاع الاقتصادي الأوروبي الذي كان قد هرول للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات الأوروبية على هذا البلد إثر الاتفاق الدولي مع إيران حول برنامجها النووي. ومجموعة رينو التي يرأسها اللبناني كارلوس غصن لم تترك إيران حتى خلال العقوبات عليه، وشركة توتال للنفط عادت إلى إيران بعد رفع العقوبات للاستثمار في إنتاج الغاز من حقل باريس، ومشروع استثماره بالبلايين وهو مهم جداً لتوتال الفرنسية. كما باعت شركة إيرباص مئات الطائرات لإيران فور رفع العقوبات عنها. أما الآن فالعقوبات الأمريكية ستعقد الأمور على الأوروبيين، إذ أن البنوك الأوروبية تتخوف من العمل مع شركات إيرانية وضعت على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة، لأنه سبق لبنك فرنسي مهم هو بنك باريس الوطني أن اضطر إلى دفع غرامة بقيمة 8.9 بليون دولار لأنه خرق الحظر. إلا أن الصناعيين الأوروبيين يظهرون نية في البقاء على قرارهم بالدخول إلى السوق الإيرانية، لأنهم يعتبرون البلد واعداً من ناحية حاجاته في جميع القطاعات. إن وضع الاقتصاد الإيراني على الرغم من التحسن البسيط ما يزال يعاني من توترات اجتماعية شديدة مع بطالة تصل إلى 16% وتمس الشباب. ومعظم القطاع الاقتصادي تسيطر عليه مؤسسات الحرس الثوري الذي يصرف أموالاً باهظة لتمويل الحروب وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. فإيران تمول حزب الله وحربه في سوريا ووجوده وهيمنته على لبنان، وأيضاً تمول نفوذ قاسم سليماني في العراق وسوريا، والحرس الثوري يمول أيضاً الحوثيين وعلي عبد الله صالح في اليمن. الحوثيون يطردون المرضى من المستشفى العسكري في صنعاء، ووفقاً لموقع عدن تايم فقد أكدت مصادر طبية بصنعاء قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بطرد عشرات المرضى من داخل أكبر مستشفيات القوات المسلحة اليمنية والتي باتت تسيطر عليها الميليشيا الحوثية. وبحسب المصادر فقد أقدمت عناصر من ميليشيا الحوثي على إخراج المرضى بالقوة من أحد أقسام المستشفى العسكري بصنعاء في وقت هدد فيه الكادر الطبي في المستشفى بالتوقف عن العمل ما لم تتوقف الميليشيات عن التدخل في عمل الأطباء والممرضين. وقالت مصادر طبية إن القسم جرى الاستيلاء عليه بالقوة من قبل ميليشيات الحوثي وتحويله إلى قسم رقود للعناصر التابعة لجماعة الحوثي
ما أدى إلى حرمان كثير من المرضى من العلاج. وأفادت المصادر بأن الدكتور خالد الأكحلي اضطر بسبب مضايقات الحوثيين وتصرفاتهم الاستفزازية إلى الاعتكاف في منزله والتوقف عن العمل حتى تكف الميليشيات الانقلابية عن التدخل في عمل الكادر الطبي في المستشفى. يخرج أهالي مديرية عسيلان اليوم من انتظارهم لمن يصلح الطريق في مناطقهم إلى القيام بذلك بأنفسهم، حيث يبدأون ردم العبارات التي فجرتها الميليشيات الانقلابية شمال محطة لحجن بخط عسيلان النقوب لبدء استخدامه لعبور المواطنين. ووفقا لموقع سبتمبر نت، فقد قامت لجنة مشكلة من الأهالي في عسيلان بتفقد خط عسيلان والاطلاع على ما يحتاجه لعبور المواطنين بهدف كسر الحصار الذي تفرضه الميليشيا على بعض مناطق عسيلان. إلى ذلك تم عبر طريق بيحان عتق السماح بعبور قاطرات وسيارات النقل الثقيل المتواجدة في بيحان باتجاه عتق بدون الرجوع إلى بيحان، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 11 صباحا. وفي محاولة لإفشال جهود فتح الطرق وكسر الحصار الذي تفرضه الميليشيا على بيحان وعسيلان، قامت الميليشيا باستهداف ناقلات الديزل المخصصة للكهرباء في بيحان بقذائف الهاون أثناء خروجها من طريق الصفراء شرق مديرية عسيلان. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. أهلا بكم من جديد. عنونت صحيفة الاتحاد في إحدى صفحاتها بالشأن اليمني إحباط هجوم بصواريخ باليستية حوثية على مارب. قالت الصحيفة إن منظومة الدفاع الجوي الباتريوت التابعة للتحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا في سماء مارب أطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اتجاه المدينة. أفادت مصادر محلية بتدمير الصاروخ فوق منطقة خالية ولم يحدث أي أضرار. كما قصفت البوارج الحربية لقوات التحالف الليلة قبل الماضية معسكرا يسيطر عليه الانقلابيون في ضاحية مدينة باجل شرق الحديدة، وتجددت المعارك في الساعات الأولى من صباح أمس في جبهة المصلوب غرب محافظة الجوف بعد هدوء حذر لأيام عدة. لم تشهد اليمن صناعة أفلام سينمائية حتى مطلع الألفية الثالثة باستثناء العمل الوحيد الذي خرج إلى النور بعنوان حبي في القاهرة عام 1966 لعادل صادق، وهو من إنتاج يمني وإخراج مصري بمشاركة ممثلين من البلدين. لكن الخسارة المالية التي تعرض لها منتجه حالت دون تكرار التجربة حتى عام 2005 حين أخرج بدر بن حرسي فيلمه يوم جديد في صنعاء القديمة. رغم ذلك تقول العرب الجديد اهتم اليمنيون بمتابعة الفن السابع من خلال صالات العرض التي تأسست في معظم المدن وتجاوزت 50 عند إعلان الوحدة بين صنعاء وعدن عام 1991، ويعود الفضل في تشييد أغلبها إلى حمود الهاشمي الذي شغل موقع ناظر السينما في حكومة اليمن الجنوبي. لكن معظم تلك الصالات أغلقت نتيجة الإهمال الرسمي وعدم صيانتها وسيطرة قوى محافظة معادية للفنون والثقافة خلال العقدين الماضيين. وفي السنوات الأخيرة قدم مخرجون يمنيون شباب أعمالهم التي عاينت الانتفاضة والأسباب التي أدت إلى اندلاعها والواقع المؤلم الذي تعيشه بلادهم اليوم، وشاركوا في العديد من المتقيات الدولية التي خصصت بعضها أو جزء منها للتعريف بهم، وآخرها أيام الفيلم اليمني التي انطلقت في الهيئة الملكية للأفلام في عمان. وفي الشأن العربي والدولي أيضا كتب السياسي السوري المعروف ميشيل كيلو مقالا نشره اليوم العربي الجديد بعنوان
عن المرض الأسدي بالطائفية. نقتطف منه أهم التساؤلات التي طرحها في هذا المقال. هل هناك عقل واحد سوي يصدق أن الطائفية نظام طبيعي؟ ويستطيع تعطيل تطور الشعوب نحو الاندماج والوحدة؟ ويتيح لطائفة أقلوية أن تفرض سيطرة دائمة على مجتمع يرفض انفرادها بالحكم وشؤونه؟ وهل يصدق عاقل بعدما تخطته الثورة السورية من خطوط حمراء سلطوية وعلاقات قوى إقليمية ودولية كانت ضدها ولصالح الأسد أن من انفردوا بالسلطة نيفا ونصف قرن ثم عجزوا عن منع السوريين من القيام بالثورة وعجزوا كذلك عن قهرها نيفا وستة أعوام سيقنعون شعب الجبارين السوري بالاستسلام لنظامهم الطائفي؟ لم يكن النظام الطائفي في أي يوم مصلحة للعلويين، وكيف يكون مصلحة لهم إن كان قد وضعهم في مواجهة شعبهم وجعلهم طعاما للمدافع؟ أليس للعلويين مصلحة حياتية في النجاة من السيطرة الإيرانية على وطنهم وفي الانضمام إلى معركة ستضمن لهم ما تضمنه لإخوتهم السوريين من عدالة ومساواة وكرامة إنسانية؟ أليس ضربا من انتحار مواصلة معركة إن ربحها الأسد اليوم خسرها غدا، هدفها إنقاذ شلة متسلطة لطالما اضطهدت علويين وحولت آلافا من شبابهم إلى حراس لثروتها وفسادها في دمشق وغيرها؟ لو كان أمرهم يهمها لبادرت إلى قبول حق الشعب السوري الواحد بمن فيه العلويون بالحرية. أخيراً، هل بلغت طائفة العلويين حداً يستهينون معه بمصيرهم دفاعاً عن شخص سيغادر سوريا يوماً ليلحق بأمواله وسيتخلى عمن يموتون اليوم دفاعاً عن كرسيه وسيعيش متنعماً بمسروقاته الذي يعرف كل علوي أن جزءاً منها أخذ منه هو أيضاً؟ وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي تنشر مقتطفات عن دراسة علمية تقول إن العنف يخلق جيلا ضائعا من الرجال في الشرق الأوسط. ذكر باحثون أن عدد ضحايا الانتحار وجرائم القتل تشهد زيادة سريعة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة، ما يخلق جيلا ضائعا وخصوصا من الرجال. وبلغ عدد ضحايا عمليات الانتحار وجرائم القتل والاعتداءات الجنسية والحروب 208,179 قتيلا عام 2015 في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد متحدث باسم جامعة واشنطن التي أصدرت 15 دراسة نشرت في المجلة الدولية للصحة العامة International Journal of Public Health. وبلغ عدد ضحايا الحروب 1,144 ألف قتيل في هذا القسم من العالم الذي يأوي 600 مليون نسمة ويشمل 22 بلدا بينها أفغانستان وإيران وباكستان والصومال والسودان وسوريا والإمارات. وتخطى تزايد عمليات الانتحار وأعمال العنف بين الأشخاص في الشرق المتوسط بفارق كبير نسبة تزايدها في باقي أنحاء العالم خلال ربع القرن الأخير. وقال معد الدراسة: مستقبل الشرق الأوسط سيكون قاتما إذا لم نجد طريقة لإحلال الاستقرار في المنطقة. وأشارت الدراسة إلى أنه في دول مثل ليبيا والسودان واليمن فإنه لكل 100,000 شخص يوجد 0.5% طبيب نفسي، وبالمقارنة فإن هذا العدد يرتفع في الدول الأوروبية إلى ما بين 49 طبيبا نفسيا لكل 100,000 مواطن. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي: انقطاع بث تلفزيون السودان لعدم سداد فاتورة الكهرباء. قالت الصحيفة: توقف بث التلفزيون القومي السوداني الذي يتبع الحكومة لمدة 20 دقيقة منتصف نهار الثلاثاء بسبب عدم سداد إدارة التلفزيون لفاتورة استهلاك الكهرباء وقدرها 2 مليار جنيه سوداني. ووفقا لما أورده أكثر من صحفي محلي على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أن نشرة التلفزيون الرئيسية عند الواحدة ظهرا لم تبث. الجدير بالذكر أن غياب نشرة الأخبار سبق وأن حدث الأسبوع الماضي، فقد غابت نشرة 10 مساء عن موعدها الأسبوع الماضي أيضا، ولكن بسبب عطل فني كما ذكر مدير الهيئة القومية للتلفزيون الزبير عثمان، والذي قال إنه يشعر بالحرج لما جرى. مجموعة من الصور المختارة وردت في صحيفة الديلي تيليغراف ووثقت لعدد من الأحداث والمظاهر التي شهدها العالم أمس. نتابع الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.